بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم محمود البخاري رئيس مؤسسة جمع شمل الصحراويين المغاربة في العالم. اليوم أنا نتواجد ببلجيكا في مدينة فيرفييه، وكذلك يحصل لي الشرف الكبير أني نتواجد في الزاوية البوتشيشية القادرية اللي احنا أصلا نتماولها أبا عن جد. على كل حال هذه الزاوية المعروفة لدى مشي غير في المملكة، بل هي عالمية، زاوية عالمية معروفة عالميا، ولهذا هذا جزء كبير من انتصارنا في القضية الوطنية اللي أتينا من جنوب المملكة من أجل جمع شمل الصحراوي المغاربة في العالم. السلام عليكم. أول حاجة كنشكر إيميرو 24 اللي كتواجد معنا، وسي نور الدين هلا خطي الأخ والصديق العزيز. أول حاجة كنبغي نقدم راسي قرواشي رشيدة، رئيسة جمعية قافلة تضامن المستقبل، ورئيسة رئيسة أوروبية ونائبة ديال الرئيس ديال مؤسسة جمع شمل الصحراوي للمغاربة اللي في العالم. اليوم كانت واجدوا في والوني باش نقدموا تزكيات الناس اللي غادي يكونوا، وان شاء الله غادي يكون الاستاذ عبد الوهابي وهو الرئيس ديال الجهه ديال والوني، وان شاء الله نكونوا ايد وحده وهدف واحد وصوت واحد وشعار واحد وهو الله الوطن الملك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الاخ نور الدين الفنان ديالنا الجورناليست، ونشكر كاع الاعضاء ديالنا، نشكر الاخت رشيده اللي هي رئيسه نائبه الرئيس لجمع شمل الصحراوي المغاربه في الديار البلجيكيه، وفي نفس الوقت رئيسه لجمع شمل الصحراوي المغاربه في الديار الاوروبيه. تحياتي لها وتحياتي للاعضاء، وحنا هنا مجتمعين مع السيد الدكتور محمود البخاري لنؤسس المكتب، والاعضاء كلهم معنا الان، يعني اللي غادي يشتغلوا معنا ان شاء الله في المستقبل. ونتمنى الله تعالى توفيق للجميع ان شاء الله، وحنا في خدمه جمع شمل الصحراويين المغاربه في العالم، لست في بلجيكا وانما داخل الوطن وخارج الوطن في العالم ان شاء الله. نسال الله التوفيق للجميع ان شاء الله. ولهذا نقوم بتزكيه وتبريك للسيد رئيس الجهه محمد الوهابي، وهو على كل حال جهة فيرفي والوني، ونبارك له على كل حال في هذه المهمة ولو أنها صعبة، ولكن بمعرفتنا الجيدة له نعتقد أنه أهلا بها وسهلا. وكذلك بعد أن أكدت لنا السيدة النائبة والعضو المركزي رشيدة، فهنيئا له أمامكم جميعا. فلتتفضل أستاذة رشيدة لتسلمه التزكية. شكرا. ان شاء الله تكون في المستوى، وكنتمنى منك تقدم لنا شي حاجه تكون في المستوى المؤسسه اللي هي مؤسسه جمع شمل الصحراويين المغاربه اللي في العالم. وانا دابا كنعول عليك وعطيتك واحد المسؤوليه اللي خصك تكون موقد بها وتقد بها وتزيد بينا لقدام ان شاء الله، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا. تحياتي. الشهاده التقديريه الوحيده التي تم إنجازها وتسليمها، وهنيئا لك. وها الأستاذة تسلمه أول حاجة كنشكرك بزاف، وكنشكر إيميرو 24 لأنك دائما كتواجد معايا السي نور الدين الأخ والصديق اللي دائما كيساندني ودائما كيكون معايا، وشكرا بزاف، وكتستاهل أكثر من هذا الشيء. شكرا. ميرسي بوكو. ميرسي.